دلوقتي على حالة الطقس النهاردة، ومن المتوقع أنه يشهد اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وطقس كمان مائل للبرودة على السواحل الغربية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. ومع بعض كده نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية. دايما بنبدأ من العاصمة المصرية القاهرة، العظمى 19، الصغرى 10، اسكندرية 18-12، الإسماعيلية 19-10، والدقهلية 18-10، الغردقة 22-14، والمنيا 19-8. بالنسبة للعواصم العربية والعالمية فدرجة الحرارة بداية من الرياض العظمى 19، الصغرى 9، أبو ظبي 24، الصغرى 21، أنقرة 6-2 تحت الصفر، لندن 10-9، واشنطن 6-5، وبكين 6-11 تحت الصفر. مفيش أبرد من كده.